أبي بن كعب، صحابي مشهور، أبي بن كعب من علماء الصحابة، يكنى أبا المنذر، شهد العقبة مع السبعين اللي هي العقبة شنو؟ ثاني، وبدرا أي شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي براب تكفي، كفاية جدا إذا صح التعبير. وكان يكتب له الوحي، الوحي يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الذين حفظوا القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ممن حمل القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالم بدري، وأحد الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بالطويل ولا بالقصير، متوسط يعني الحجم أو الطول. وله من الولد ذكر ثلاثة، ذكر اثنين من الأبناء وواحدة من البنات، الطفيل ومحمد وأم عمرو، الطفيل ومحمد وأم عمرو. طيب، عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه، شوف المنقبة دي لأبي بن كعب، قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قال لي الله أمرني أقرأ عليك شنو؟ سورة البينة. قال أبي بن كعب: وسماني لك، يعني الله قال لك أبي بن كعب؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، بكى رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجاه البخاري ومسلم في الصحيحين، يعني بكى من الفرح والانكسار لله تعالى. الله سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ عليه سورة من القرآن، هي سورة البينة. طيب، وقد روى مسلم في أفراده من حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ يعني أعظم آية من كتاب الله. قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، آية الكرسي من سورة البقرة. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أو أبا المنذر، ليهنك العلم. شهد له بشنو؟ بالعلم. وده يوريك فضل الآية دي، وهي آية الكرسي. فأعظم آية في كتاب الله تعالى هي آية الكرسي، كما أن أعظم أو أهم آية، أهم سورة من كتاب الله تعالى هي سورة الفاتحة. وآية الكرسي قال ابن كثير رحمه الله تعالى فيها عشر جمل جاءت بالتوحيد، فيها عشر جمل جاءت بالتوحيد. دي نصيحة كاربة زي ما يقول الإخوة، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية. طيب، قالوا عن أبي المهلب عن أبي بن كعب، قال عن أبي بن كعب أنه كان يختم القرآن في كل ثمان ليال، وكان تميم الداري يختمه في سبع. والزول يا جماعه اللي بيواصل عليه ده حفظه ذاته بيثبت، كل اسبوع تختم القرآن بيثبت الحفظ، يعني تقسم القرآن من الفاتحة للنساء دي ليلة، من النساء إلى الأعراف دي ليلة، من الأعراف إلى التوبة دي ليلة،
من التوبة إلى كذا، صافات غيرها من صور. فإنت تقسم القرآن من صافات إلى قاف وهكذا، تقسم إلى سبعة أجزاء، وتقرأ كل ليلة جزءا، ولو قريت جزء بالصباح وجزء شنو بالليل، إنت كل سبعة أيام أو سبع ليال تختم القرآن، كذا يكون أدعى لثبات الحفظ وتؤجر الأجر العظيم. يعني تخيل السنة فيها كم أسبوع؟ قريب 47 أسبوع، دي 47 ختمة دي في الصحيفة بتاعتك، ده أجر كبير جدا من دار اجتهاد. والزول يا جماعة دائما بلازم الطاعة إيمانه بيقوى، ثاني الشهوات الشايفة والمشاكل اللي عايشين فيها الناس دي الله بعافيك منها، لكن انت تكون داير الآخرة وتنوم الليل جد والنهار كله غافل، وقدر ما يخد تاكل تاكل لما تشبع، وقدر ما تلقى قروش كذا وما تتصدق وما مجتهد في الطاعة، وساعات تمر عليك وانت بتتونس، وساعات تانية تمر وانت مسهي تفكر تسبيح ما بتسبح، تواجه المشاكل دي كيف؟ كيف يا جماعة الزول دائما اللي بيستعين بالله سبحانه وتعالى ويجتهد في الطاعة الشهوات دي بتتكسر في وجهه. عشان كذي ابن القيم رحمه الله ذكر أربعة أمور، ذكر الحرص والكبر والغضب والشهوة، ولما تكلم عن الشهوة والغضب قال: ومن غلبته شهوته وغضبه خاف من كل شيء، فالقى خواف. قال: ومن غلب شهوته وغضبه خاف منه كل شيء، بيبقى مهاب، يواجه على البدع بخاف منه، يواجه على الباطل بخاف منه، تلقاه مهاب لأنه استطاع أن يغلب شهوته وغضبه، موفق. طيب، قال عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال، دي فوائد في كلام أبي رضي الله عنه نختم بها سيرته، قال: عليكم بالسبيل والسنة، طريق المستقيم والسنة، كتاب والسنة، فإنه ليس أحد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. الزول المستقيم ويخاف من الله ولحد ما عيونه شنو تنزل من خشية الله سبحانه وتعالى، ده الله بنجيه من شنو؟ من النار، كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل في رواية البخاري، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب، وليس من عبد على سبيل وسنة مستقيم، هم لازم السنة ويستقيم على السنة على الكتاب والسنة. طيب، قال: وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فقشر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها. يعني زول البخشى الله سبحانه وتعالى الذنوب شنو؟ زي ما في سورة تبارك صفحة الأولى آخر آية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. طيب، قال:
وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف من سبيل وسنة. وهذا كلام يشبه تماما كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. واحد تلقاه مبتدع ومجتهد في البدعة، شايل لالوبته الليل كله، عيونه مورمة، لك ساري الليل القرد قرش يقرمش في القرض وشغال لالوب بدع، أخير منه اللي بيقول سبحان الله 100 مرة وينوم. سنة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في شنو؟ في بدعة. لو اجتهد في سنة خير، لكن سنة عمل على السنة بسيط أفضل من عمل كثير على البدعة، لأنه البدعة ما فيها أجر بل فيها ذنب، البدعة فيها ذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في سنن الترمذي صححه الألباني رحمه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، مات أبي بن كعب رضي الله عنه 30 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.